الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. هذا البرنامج برنامجكم يا أخوة يا كرام، وأرقام التواصل راح تكون متواجدة معكم على الشاشة، ونسعد حقيقة بمداخلاتكم، والمداخلات بشكل عام هي التي يعني تعطي حلاوة على قولتهم للبرنامج. نسمع منكم، نفيد ونستفيد ونتناقش فيما نطرح. أيها الإخوة الكرام، سبق وأسلفنا وذكرنا حديثين تقريبا عن أهمية الرعاية بالخدم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالخدم، وأتينا بحديث وكنا عازمين أصلا أن ننتهي من حلقة الخدم في الحلقة اللي طافت، لكن قدر الله ما شاء فعل، جاءت المداخلات من هنا ومن هنا فما أخذنا شيء، فأحببنا أن نستأنف الكلام اليوم عن الخدم حتى نعطي هذه الشريحة المهمة الموجودة معنا اليوم في بيوتنا وأصبحوا جزء لا يتجزأ من أفراد الأسرة. تحصل يعني رب الأسرة اليوم أو الأم وين ما تروح وين ما تطلع، هذه يعني اللي تشتغل معها وراها وين ما تروح معها وين ما تروح، يعني أصبحت فرد أساسي من أفراد المنزل، تعرف كل خبايا البيت، كل علومه، شو يأكلون شو يشربون شو يلبسون، كل حاجة أصبحت تعلمها هذه العاملة الموجودة معنا في المنزل. إذن هذه العاملة بما أنها أصبحت فرد أساسي من أفراد المجتمع والمنزل والأسرة، لابد أن نعرف شو لها وشو عليها من حقوق وواجبات. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نطعم الطعام للخادم نفس الطعام اللي إحنا ناكله، الأكل اللي إحنا بناكله واللبس اللي إحنا نلبسه لابد أن يكون له نصيب هذا الخادم من هذا اللبس اللي نلبسه ومن هذا الطعام اللي ناكله. يعني في الحديث أن إذا صنع لأحدكم طعام يعني فليذق منه، يأكل منه. يعني تتخيل واحد يسوي لك أكل وكذا ويجهز لك إياه وما يذوق منه شيء أبدا من هذا الطعام، يبقى في نفسه، ما يصير أنا طابخ وكذا واشتهيت أني أكله، أتفاجأ بعدين أن هذا الأكل راح بأكمله للضيوف أنا ما ذقت منه شيء. تعالوا نقف عند بعض النصوص النبوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، أبا ذر الصحابي الجليل، قال أنا شفت بالربذة. الربذة هذه منطقة أظنها في أحد ضواحي المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثله، الغلام العامل اللي يشتغل عنده لابس حلة. الحلة يا أخوة يعني تقدر تقول البشت، يعني أنتوا خلونا شوي اليوم واقعيين أكثر، في أحد يلبس خادمه بشت؟ تخيل حد يلبس شيء من هاللبس الفاخر اللي يلبسوه يعني الناس أصحاب الوجاهة والمكانة في المجتمع، لا، الخادم بتلبسه كذي، ما بتلبسه، تلبس اللبس يعني اللي تقدر تقول يليق بمستواه وبحياته وبمنزلته. لكن هذا المعرور بن سويد يقول أنا شفت أبو ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه بعد حلة نفس الشيء. قال فسألته عن ذلك، يعني كيف غلامك أنت ملبسنا ما شاء الله هذا اللبس الطيب؟ قال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، أنا سببت رجل كان يشتغل مع أمي فعيرته بأمه، يعني لمزه بشيء من الكلام رضي الله عنه وأرضاه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ يعني كيف تعيره بأمه؟ ها يعني كأنك تتنقص منزلة أمه أو نسب أمه. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم. الخول هو هم الخدم يا إخوة، إخوانكم خولكم. شوف الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قال هذول إخوانكم، إخوانكم خولكم، هذول الخدم إخوانكم. يعني أنت لما تأتي لتنظر لمعنى الأخوة في الدين، أخوك زميلك صاحبك كيف علاقتك معه، كيف صداقتك معه، كيف كلامك حوارك معه، شو تأكله شو تهدي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني اللي بتعطيه لصديقك إخوان إخوانكم هذول، معاملتكم اللي تعاملون فيه إخوانكم، ترى حتى الخادم والعامل اللي معك له نصيب من هذه
العطايا والأسلوب الطيب والمعاملة الحسنة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يأسر قلوب من يعيش معه. إخوانكم خولكم، جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم. الله عز وجل قدر وأنعم علينا وعلى أسرنا وبيوتنا ومجتمعاتنا اليوم، حيث أن أصبحت بيوتنا ما تخلو من العمال هذول الخدم اللي يشتغلون معانا، ما يشتغلون، هذه نعم من نعم الله عز وجل، جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم. أنت تأمره وتنهي يجيب لي كذا وخذ لي كذا وشيل وحط ونزل ونظف وروح اشتري وروح. طيب هذه النعم لابد أن نشكرها ونعطيها حقها من رعاية وإحسان واحترام حتى تدوم لنا. إخوانكم خولكم، جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه، شوف رجع وكرر، ها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فمن كان خادمه تحت يديه، قال فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. شوف، فليطعمه مما يطعم، لكن أنت بتاكل اجعل له نصيب منه، خله يأكل شيء من هذا الأكل. لا والله، هو خله، هو بيأكل الأكل البايت من أمس في الثلاجة، بنخلي الخادم يأكل. ليش أنت تأكل الأكل الجديد وهو تعبان عليه؟ يشوفك أنت جالس على تلك المائدة الفاخرة بالطعام وهو المسكين يأكل ما تبقى في هذه الثلاجة. هذا ما يصلح يا أخويا كرام، لابد أن يعني نعطيهم حقهم. فليطعمه مما يأكل، اللي أنت بتأكل منه خليه يأكل، وليلبسه مما يلبس. أنت شو تلبس من الثياب؟ طبعا هذه المسائل يا أخوي الكرام كما نقل الإمام النووي أنها مستحبة، نقل الإجماع على أنها مستحبة أنك تلبس العامل اللي يشتغل معك من اللبس اللي أنت تلبسه. يعني ما يصير يا أخوي الكرام أن البعض اليوم تجد مثلا في العيد، يدخل عليك العيد أهل البيت متزينين ولابسين ومتكشخين سواء كانوا رجال أو نساء، وتحصل العامل المسكينة تشتغل معاهم في البيت ثياب رثة نعال قديم، يعني وقايتها قديمة، ليش لا عباء ولا حاجة، ما حد يشتري لها، وهي تشوف أن أهل البيت كل يوم في السوق كل يوم في كذا يشرون ويجهزون لي للعيد وغيره، والمسكينة ياسة طالع بطرف عينها. طيب يعني ليش تكسر في خاطرها وليش تجرح مشاعرها؟ ليش ما تدخل السرور في قلبها؟ إدخال الفرح والسرور في قلوب هذول الناس الضعفاء يا أخوة من أعظم الطاعات التي يحبها الله عز وجل. هو بشكل عام أنك تدخل السرور والبهجة في قلب أي إنسان في الحياة، هذه عبادة وقربة عظيمة، أني أنا أكون سبب أني جعلت قلبك منشرح ونفسك هادية وطيبة ومبتسم بسببي أنا. طيب هذه عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل. وليلبس مما يلبس، اللي بتلبس أنت يا أخي اشتري له، أنت كأم عندك عاملات في البيت خدم، خذيهم معك سوق قم تشترين وقايات وجلابيات والأمور هذه التي يلبسوها الحريم، اشتري لها مسكينة، خذيها معك، مو بنتي تيبي لها على مزاج وذوقك، خذيها معك. شو تبغي ماما؟ أو الله أنا أبغي هذه، أبغي هذه، هذه زينة، هذه حلوة، خليها شوي تحس أن لها وزن، لها مكانة، لها ثقل في العائلة. مش أنت إنسانة مهمشة، ولا أنت إنسانة ما لك قدر ولا لك وزن، لا لك وزن، بدليل أنا ركبتك معايا السيارة وخذيتك للسوق ونزلتك للمحل واشتريت لك اللي تبغيه. يا جماعة الخير، كم سعر الجلابية؟ 30 درهم أظنها، بلى 30 درهم جلابيات اللي يلبسوها، شيء كذي نظيف يا أخي، اشتري لها ب100 درهم. العيد كم عيد؟ إحنا عيدنا كمسلمين عيدين في السنة، 200 درهم، اشتري لها شيء جديد، انعال عزكم الله، نظيف جديد حلو تفرح فيه تستانس فيه. يعني حتى ترى يعني الخدم في المجتمعات عندنا ترى يتزاورون حتى في العيد، يتزاورون وكل واحدة تضيف صديقتها جارتها الخادمة اللي تشتغل في البيت الثاني، يتزورون تحصلوا مجتمعون يطلعون مع بعض يروحون يزورون صديقتهم الخادمة في المنزل الثاني يسلمون عليها وكذا. طيب أنتوا ترضون أن هذه الخادمة تروح مسكينة يعني بثياب قديمة وكذا وما حد مسوي لها سالفة ولا حد مكترث فيها؟ ما حد يرضى يا أخوي الكرام. يعني أتمنى يا إخوة في حاجة مهمة يا إخوي الكرام، هذا العامل طلع وترك أهله وترك مجتمعه، وقد تكون هذه امرأة أم تركت أطفالها وسرحت مسكينة تبحث عن وظيفة، كم معاشها؟ 1000 درهم؟ 1200؟ 1500 درهم؟ وين أبنائها؟ وين ذريتها؟ وين زوجها؟ من يستطيع من اليوم يتحمل غياب أبناء سنتين متواصلات؟ تستطيع أن تتحمل غياب أبنائك يغيبون عنك من حياتك
لمدة سنتين متواصلات أطفال تستطيع؟ والله ما نستطيع. الواحد اليوم يعني عمله يعمل دوام رسمي من الأحد إلى الخميس، ينتظر متى يأتي الخميس حتى يعود إلى منزله ويلتقي بأفراد بيته، يأخذهم بالأحضان ويلعب معاهم ويقبلهم وكذا. كيف تستطيع تغيب عن أبنائك سنين، سنة وسنتين، مقابل شو؟ يا ليت المقابل يسوى. مقابل شو؟ مقابل 1000 درهم، 1500 درهم للخادمة المسكينة هذه؟ فيا أخوة هذول يعني فقراء مساكين، تركوا مجتمعاتهم يبحثون عن لقمة العيش بس يسدوا فيها يعني جوع أطفالهم، لا هي بزوج لا هي بأطفال. البعض من العمال هذول اللي يشتغلون معانا الذكور، زوجته تحمل يعني زارها ورجع، حملت الزوجة وربت الزوجة وكبر الابن وأصبح عمره سنة ولا سنتين ما شافه، لا شاف مراحل الحمل ولا شاف ولادة ابنه ولا يعني رآه وتوه طالع ولا. ليش؟ عشان يشتغل يبحث عن هذه الوظيفة. ترى أنت يوم تتخيل الشيء هذا يعني عيش معاي الجو هذا شوي بس والشعور هذا، ستدرك يعني مدى أهمية هذه الجالية الموجودة معنا في بيوتنا للكلمة الطيبة، وكم هم يحتاجونها. أن يعني نسلط الضوء ويعني نبذل السبب ونتعنى في زرع البسمة في وجوههم. فالله الله يا إخوة في هذه الشريحة اللي تعيش معنا في مجتمعاتنا. نكمل الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم. لا تكلفه من العمل ما لا يطيق. قبل فترة كنت أمشي في يعني في المنطقة كذي في شارع من شوارع المنطقة، فرأيت خادمة مسكينة جالسة تنزل من السيارة سلندر الغاز، ظاهر أن الأب جاي البيت وجاي بسلندر الغاز حق الطبخ، هذا السلندر الكبير، ومخلي الصندوق الخلفي مفتوح، والخادمة جالسة تتعابل فيه تبغي تنزل من السيارة مو بقادر عشان دخل داخل المطبخ. فلان أنت رجل البيت فيه رجال، يا أخي لا تكلفوهم ما يغلبهم، هذه امرأة وين تقدر تشيل سلندر غاز مليان؟ كم وزنه؟ ها فلان ليه؟ خليه ما عليك، أعطيها راتب أنا هذه كل شهر. للأسف أن البعض يرد علينا بالطريقة، وهذا موجود وبكثرة، وأنتم شايفين هذا الشيء، ما نتكلم من فراغ. الحرمة تشتغل، أنا بعيني أشوفهم أحيانا تروح صلاة الفجر بهذا البرد، تشوف الخادمة المسكينة ماسكة خلقة جالسة تغسل السيارة بالبرد ساعة 5 الفجر، مسكينة طالعة برا مشمرة عن يعني ذراعيها وجالسة تنظف هاي السيارة، مسكينة ماسكة هوز الماي وحليلها وتغسل السيارة وتنظف كل يوم على هذا الموال. ليش بلا؟ والله أنا هذه خادمة يا ابنها. هذا ما يجوز، هذا حرام. يعني أنتوا تتوقعون هذه الحرمة لو طلعت من بيت أهلها وكانت تدري أن هذه الوظيفة اللي راح تكون أمام عينها بتي من بلدها، أن من الساعة 5 الفجر جالسة تغسل سيارة، ما راح تطلع من بيتها مستحيل. كانت تظن أن بتي تخمح تنظف حوش تغسل ثياب تغسل مواعين وأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كلفتموهم فأعينوهم. أنا كلفته شيء فوق طاقته يا أخي عينه عليه، شو يمنع عندك رب أسرة يا أخي تروح تشل السلندر الغاز أنت تدخل فيه للبيت؟ ساعدها يا عمي، ما عليه أنت ما تقدر تشله بروحك، ساعدها أنت شل طرف وهي تشل طرف ودخلوه في البيت. لكن بس خلاص أن هذه خدمة ولا أحد مفتكر فيها ولا حاجة. ليش؟ هي اليوم يوم تشوف أن أنت إنسان مبادر بالخير وتسعى دائما يعني لمساعدتها وكذا، ترى يعني تحب أفراد الأسرة. إحنا اليوم يا أخوي كرام يعني خلنا نتصارح أكثر شوي، ليش الخدم اليوم يهربون من البيوت؟ شو السبب؟ شو السبب يوم نسمع عن الجرائم اللي تقع في المجتمعات، جريمة قتل، خادمة قاتلة ما أدري شو، خادمة جالسة تعذب طفلة، خادمة جالسة تحرق طفلة. وبالمناسبة أنا أتعجب من هالشريحة اللي في المجتمع اللي جالسة تنشر لنا هذه الفيديوهات بالطريقة هذه. أنا شو استفيد تنشر لي فيديو وترسل لي فيديو على حسابي أو على الواتساب وحدة جالسة تعذب خادمتها بالطريقة؟ تعور لي قلبي أشوفها، أنا شابغيها. ليش يعني تنشر مثل هذه المقاطع في المجتمع؟ إنسان يكون إيجابي ينشر الصورة الإيجابية في المجتمع. هذه التصرفات الفردية ما لا ترسلها يا أخي، كن إنسان سبب
أن منشوراتك تكون إيجابية جميلة فيها فائدة للمجتمع. ترسل لي صورة خادمة جالسة تعذب طفل تدوس على رأسه أو تدق بحديدة على رأسه، شو أبغي؟ أنت جالسة تولد يعني كراهية وأحقاد في قلوبنا ضد هذه الشريحة اللي في المجتمع اللي هي اليوم عايشة معانا. إنسان لابد أن تكون عنده ثقافة شوي، شو ينشر للناس، شو أرسل للناس، شو مفيد ولا مش مفيد اللي جالس أنشره للناس. اللي أبغي أقوله، هذه التصرفات اللي صدرت من هذه العمالة المنزلية ما أتت من فراغ، أتت سبب سوء تعامل، لأن عندنا قاعدة في الحياة أن الإحسان لا يأتي إلا بالخير. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإحسان إنسان. الإحسان ما يأتي إلا بالخير. واحد يوم تحسن له وتبتسم في وجهه وتعامله معاملة حسنة، ما راح يجيني منه إلا الخير والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. أما أنت كأم ربة بيت وأنت كأب داخل وطالع تشخط في هذه الحرمة، العامل تشتغل معاكم وأنت تضربيها وتسبيها وتشتميها كأم في البيت ولا مسوي لها أي قدر ولا أي احترام، بعدين تروح تشتكي في مركز الشرطة ولا فلانة هربت، شو ما بتهرب؟ أنتم مرويها نجوم الظهر، كيف ما بتهرب من البيت؟ كيف ما بتطلع من البيت؟ أنتم كيف تعاملوها الخادمة هذه؟ ما في احترام، ما في يعني ما في تقدير، ما في أي شيء. يعني للأسف الشديد، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمرنا أن نتلطف في مناداتهم. إيه بشكارة تعالي، شو بشكارة؟ ما له اسم يا أخي. كم جميلة هذه الحرمة إذا ناديتها أنت باسم ابنها. قد تكون عندها ابن، نادها باسم ابنها، يا أم محمد، يا أم عبد الرحمن، يا أم عيسى، أم صالح، ما بتفرح؟ كيف يا بشكارة؟ الصغار اللي في البيت، الأطفال، بشكارة بشكارة، يصارخون في البيت، ها شو تبغون؟ يبي لي ماي. ليش الاتكالي لهذه الدرجة؟ هذه حرمة قد تكون يمكن قد أمك في البيت، كل صغيرة وكبيرة أنت متكل فيها على هذه المسكينة. يعني الثلاجة بجنبه، بينه وبين الثلاجة خطوات، يخليها تطلع من غرفتها ينادي في البيت، تطلع من غرفتها مسكينة. ليش؟ عشان ما يقدر يقوم بس من فوق الكنبة يالس يلعب في التليفون، ما يقدر يقوم، ينتظرها هي مسكينة أتي من غرفتها عشان تروح تطلع عليها قلاص ماي من ثلاجة. والمشكلة اللي يمارسون هذا السلوك أطفال في البيت، أطفال مو بناس كبار. إحنا ما نرضى أن أحد بالطريقة هذه طفل يتأمر علينا. طيب هي نفس الشيء يا أخوة، ترى تحس في أمور يا أخي خدم نفسك فيها، ليش ما تخدم نفسك فيها؟ قلاص ماي ما أدري شو يبي لي هذه، تحرك شوي. الأشياء الكبيرة المهمة ممكن يعني ها تحتاج عمل شوي، مثلا يروح يطبخي لي، يروح يسوي، ممكن. لكن قلاص ماي من الثلاجة، وهذا الأمر حقيقة المسؤول عنه في البيت هي الأم والأب. أنت كأم، أنت كأب لازم تعلم عيالك، تعلم عيالك هذا الشيء. يوم بتقوم يوم بتشوف أن أبنائك يمارسون مثل هذا السلوك، قول لبنتك الصغيرة هذه أو لولدك، فلان قوم روحك يجيب من الثلاجة، شو عندك كل شوي فلان وفلان، خلها ترتاح في حجرتها مسكينة، على كل شيء روحي يبيلي روحي كذا. علموا عيالكم أن يتحملون المسؤولية شوي، يتحملون مسؤولية نفسهم، يقوم يخدم نفسه بنفسه. كل شيء جالس الحبيب رافع عريول عريول وينتظر الخادمة تجيب له قلاص ماي، ماي تنتظر الخادمة تجيب له من الثلاجة اللي تبعد بينك وبينها يمكن 4 متر 5 متر. إذا يا أخوة هناك سلوكيات لابد أن نعالج، نصحح مساراتنا فيها، كيف نتعامل مع هذول الناس الموجودين في بيوتنا. تجد أن هناك بعض العمالة هذه الموجودة في البيوت والله ما يتمنون يسافرون، ما يبون يسافرون، ما يبون يطلعون برا البيت، حفلة يسوون مناحة صياح في البيت إذا سافرت عنهم من زود علاقتهم الطيبة فيها، كيف يحبوها وكيف يحترموها وكيف كذا، ما يرضون. الابن يبكي والأم تبكي والأبناء والبنات يصيحون سافرت فلانة، وتحصل هي بنفسها يعني العاملة في المطار تصيح وأفراد الأسرة كلهم وديها المطار يودعوها، يودعوها يسلمون عليها. طيب يا إخوة جميل أن يتحقق هذا الحب يعني بيننا وبين هذه العمالة اللي تشتغل معنا في البيوت، لكن تخيل يعني معايا أنا عاملة في البيت، يوم حزت سفرها شوف لها تاكسي في الشارع، ودها المطار، ليش طيب ما تتعنى أنت شوي؟
إذا المطار قريب ما تروحي زوجتك توصلها، ابنك يوصلها مع وجود مثلا محرم، توصلوها المطار إنه بتسافر. ليش يا إخوة؟ حوار جميل، لكن راح نكمله إن شاء الله بعد الفاصل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخدموه مجموعة من الناس. من أولئك الذين كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلام يهودي. مرض هذا الغلام اليهودي كما روى لنا الحديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يسلم عليه في مرض موته في بيته. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رأسه فقال له صلى الله عليه وسلم أسلم، دعاه للإسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، نظر هذا الغلام لأبوه، جلس يطالع من يشوف أبوه، يعني كأنه يقول له شو الرأي، أجاوبه ولا أسلم ولا كيف، كأنه هكذا يقول، ينظر لأبوه يعني استفهام. فقال له أبوه، قال له أطع أبا القاسم. فأسلم الرجل ونطق شهادة الحق، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، الحمد لله الذي أنقذه من النار به. نستفيد من هذا الحديث يا أخوي الكرام أن جميل جدا أن الإنسان يخصص شيء من الوقت والفرص في دعوة هذه الجالية اللي تعمل معك في البيت إذا كانوا على غير دين الإسلام، تدعوهم للإسلام وترغبهم بدين الله عز وجل. واليوم الحمد لله رب العالمين يعني نسمع وتوصلنا الأخبار أن هذه الشريحة اللي تعمل في البيوت نسبة كبيرة جدا جدا منهم يسلمون ويدخلون في دين الله عز وجل. عندنا في الدولة مراكز متخصصة في دعوة هذه الجاليات للإسلام. عندنا مركز أظنها اسمه مركز المعلومات الإسلامي، تابع لجمعية دار البر. جمعية دار البر جمعية رسمية موجودة في الدولة، عندهم مركز تابع لهم اسمه مركز المعلومات الإسلامي، عندهم رقم تليفون تتصل على هذا الرقم. والله يا ليت لو أحد من تحت الهواء يطلع لنا رقمهم عشان نفيد فيه الناس، لأن المركز رسمي وموجود المركز في دبي عشان نعرضه للأخوة. لأن المركز هذا أنت بس تتصل على المركز، عندهم يعني دعاة يدعون الناس للإسلام بكل شتى اللغات، حتى يستطيعون يتكلمون معه بالتليفون مع الشخص اللي معك، مثلا معك شخص فلبيني مثلا تبغى تسلم ومترددة أو شيء، تخلي هذول الناس يكلموها يعرفوها بدين الإسلام وكذا، فإن أحبت أسلمت والحمد لله رب العالمين. وعندهم نشاط جميل، يعني يقيمون دورات ومحاضرات وندوات، يعلمونهم الطهارة، يعني أساسيات الإسلام، طهارة وقراءة القرآن والفاتحة وكيفية الصلاة وغيرها. وهذا المركز له نجاحات كبيرة جدا الحمد لله رب العالمين، قد نجحت وغيرها من المراكز أنا ما يحضرني اسمها الآن موجودة عندنا في الدولة، حريصة جدا في خدمة أمثال هؤلاء. يا أخي لنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو دعا هذا الغلام اليهودي الذي كان معه قال أسلم، لما رأى يحتضر بموت فأسلم الرجل، أسلم. قال رسول الله الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، يعني أنت تعيش معك اليوم إنسانة صار لها سنين وعمر طويل عايشة معك، طيب عايشة معك هذه الحرمة أو هذا العامل، حرام عليك تخليه بالطريقة هذه، ما تعرفه بدين الإسلام، ما تعطيه كتيب، ما تعطيه منشور، ما تعطيه شريط، ما تعطيه شيء يقرأ ويتعلم دين الله عز وجل، لعله يسلم على يديك، وإذا أسلم على يديك تسلم مع عائلة، وهكذا ينتشر دين الله عز وجل. لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه الإبل اللي كانت موجودة من قبل يا إخوي الكرام، يعني كانت هي أغلى ما يملكه العرب، هذه الإبل الحمر هذه من على قولتهم حاجة فاخرة كانت عند العرب، يعني كأني أنا أهديك شيء، إذا هديتك هذه الإبل أنت مو بأي أحد أصبحت،
إذا تملك هذا النوع من الإبل. أنا كأن رسول الله يقولك يعني الله يهدي بك رجل واحد لدين الله عز وجل أحسن لك من أنك تأخذ هذه الناقة اللي كانت تزن الكثير عند العرب من قديم. فجميل يا أخوان إحنا يعني نبذل السبب ونعين أن ندعو الناس، ندعو غيرنا أن يدخلوا في دين الله عز وجل. كذلك من الأمور المهمة يا أخوة يا كرام أن يعني أن نخالط هذول في أفراحهم وأحزانهم وأن ندخل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تقوم المسجد تخم المسجد، هذه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وين فلانة مش موجودة وينها؟ فسأل الصحابة قالوا له يا رسول الله قد ماتت. ماتت؟ ليش ما أخبرتوني؟ قال يا رسول الله يعني ما أردنا أن نشق عليك، دفنوها ليلا وما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث يقول كأنهم يعني قللوا من شأنها، كأنهم استصغروا شأنها، خادمة كانت تدخل المسجد، ما في داعي إحنا نخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وقائد الدولة في يومه أنه يروح ويقف يصلي عليها وغيره. فكأنهم تقالوها، يقول راوي الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلوني على قبرها الآن، وين قبرها هذه الحرمة؟ خادمة تشتغل تخم المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قبرها وصلى عليها ودعا لها بالرحمة والمغفرة. يعني أنت اليوم عندك مريض، حرمة مريضة من هالخدم عندك موجودة في المستشفى، روح زورها سلم عليها، يعني خذ بناتك وزوجتك روح زوروها، تشتغل عندكم لكن مرضت، خلت مرض، من هو مودنها المستشفى ويجيبها؟ الدريول مودنها يجيبها، هو بيوديها وقت مرضها وبتتم في المستشفى بروحها تتعالج، يتصلوا بالتليفون ها خلصتي ولا بعد علاج؟ لا بعد شوي باقي لي كم يوم اسبوع، والله ولا حد يجيها ولا حد يسأل عنها ولا حد يسأل عنها. بعدين خلصت علاج روح الدريول يجيبها، دخلت المستشفى وطلعت ولا حد زارها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، كان يزورهم ويقف معهم في مرضهم، وحتى لما ماتت المرأة وقف على قبرها يدعو لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأمور الجميلة اللي نجدها اليوم في مجتمعاتنا يعني بين الفينة والأخرى تجد مسجات تنتشر في الواتساب جنازة امرأة جنازة رجل ليس له أهل فكونوا أهلا له، تجد المسجد يكتظ بالمصلين يعني أعداد هائلة والكل يتعاون في الوقوف والصلاة لهذه المرأة المسكينة العاملة الموجودة في هذه الدولة. هذا شيء جميل، هذا شيء يعني يلامس قلوب الناس. يا أخي إن لم نتراحم لا خير فينا، إن لم نتراحم لا خير فينا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. معنا اتصال هند من دبي، أهلا وسهلا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي. حياك الله تفضلي. أقول يا شيخ إحنا بعد التسامح والتسامح إحنا معفسين ريايين من البلاد ما يطالعوا إياهم، كيف التسامح ويا الغريب؟ ما فهمت أختي عيدي بس. أقول أبي طالع عيالي في المول قدامنا. إيه. أتكلم على عيال ما يعرف عنهم ما يعرف تقاليد بلادهم. شايف كل هذا منو اللي ما يعرف العادات والتقاليد؟ عيالي. مواطنين يا البلاد ليه؟ يا الناس معروفين ليش ما يعرفون العادات والتقاليد؟ ما يحد يسأل عنهم. ليش وين أبوهم وين أهلهم وين موجود؟ أبوهم هو بيعلمهم أبوهم المدارس اليوم تعلم العادات والتقاليد. أقول لك حنا نفطر أنا وعيالي بالمول بس يقوم سلم على أبوك سوى عصابة صحيح صبحك يا شيخ. الابن ما سلم على ابوه؟ الاب مو راضي يسلم على عياله. ليش شو السبب؟ عشان خلاص ريال مو ماسك دين مو راعيين الريال مو راعيين. طيب عيالك يعني انت اللي تربيهم عفوا اختي؟ ايه انا بس ما حد يسال عني. طيب انت ليش ما تقومي بهذا الواجب العظيم وتسدي الحية على قولتهم وتربي العيال وتعلميهم العادات والتقاليد والسنة؟ والله أنا مو مكسرة بس هم يعني يدرون يوم عرفوا يوم كانوا صغار كنت قادر عليهم، كنت المراهقة أنا خلت على عيالي.
يعني الصراحه المفروض تدرس جلسات تسامح بين الاهالي، ما بس انت صغاري يا العيال اذا ما لهم ذنب، لا تحبوني انا حبوا عيالكم، هذا باكر في مثل البلاد، كيف يسامح البلاد؟ كيف يعرفوا تسامح؟ كيف يعرفوا تحالف؟ كيف يخدموا بلادهم باكر؟ يا اختي اختي الكريمه، يقولون وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. اذا انت عودتي عيالك وربيتيهم على العادات والتقاليد والسنع والدين، فطبيعي جدا ان بيكبر الابن وما زالت موجوده في هذه العادات والتقاليد. اتمنى توصلوا الاهالي يعني ما لهم ذنب الوحدات يقربوا لعيالهم شوي صراحه. انت شدي حيلك، احيانا احنا اختي هند الحمد لله اسمعي يا شيخ، مربيه مع الصلاه وعلى الدين واتسامح. الله يبيض وجهك. انت ام منو يا اختي هند؟ ام من؟ ام فواز. ام فواز؟ فواز فواز سيف نواف. أم نواف، أسأل الله عز وجل أن يحفظ لك عيالك ويقر عينك فيهم وتشفيهم من خير من خيار عباد الله عز وجل الصالحين. يا أختي آمين. لا أفضل عني إن شاء الله، أفضل عني. يا أختي الكريمة أم نواف، الله أنا بقول لك حاجة عشان أنت ترتاحين، الهداية بيد من؟ أنا أسألك، الهداية بيد من؟ بيد رب العالمين. طيب الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت كأم سوي لعليك واجب نصيحة تربية إرشاد توجيه، إذا استجابوا اصبري بعد. أنا وديت المسجد اللي كان لي أبهم فيه. كيف عشان أقربهم من أهاليهم، ما رضوا يسلموا علينا. ما عليه، انا شو اقول لك الحين، انت يا اختي الكريمه يا ام نواف سويت العلاج، بذلت الاسباب المعينه لتقويم سلوك هالابناء، استجابوا والحمد لله، ما استجابوا ليس عليك هداهم. هذا الهدايه نوعين يا اختي الكريمه، الهدايه نوعين، هدايه دلاله وارشاد وهدايه توفيق. هدايه الدلاله والارشاد هذه انا وانت وغيرنا كافراد مجتمع علينا ان ندل الناس على الخير نصحهم، لكن هدايه التوفيق بيد من؟ بيد الله عز وجل. اذا كانوا انبياء يا ام نواف، انبياء ما استطاعوا ان يدعون ابنائهم ان يدخلوا معاهم في الدين. انبياء يعني انت تخيلي النبي، انا بعت على الريال عشان اربيهم على الدين اصلا. ما عليه، انت سوي اللي عليك يا اختي الكريمه ام نواف وبذلي السبب، والدعاء ترى جدا مهم. الدعاء انتوا بعد ادعوني عشان اصير قويه لان الزمن حطمني. لا ما عليك، ما فيك الا الخير وما يحطمك ابد احد، احنا كلنا اخوانك، الله يبيض وجهك ويرفع قدرك ونقف معاك قلبا وقالبا، والله يعينك ويسدد خطاك في تربيه هالعيال ان شاء الله. احنا في ارض الخير اكيد، الحمد لله ما نحاجي. الله يسلمك ويحافظك، مشكوره الله يسلمك، جزاك الله خير. يا اخويا كرام، الانسان لا يرهق نفسه، لا ترهق نفسك في التفكير في هداية فلان وعلان. قد يكون معك ابن أنت ربيته يعني في جو أسري مترابط، أم وأب وكل شيء تمام وعايشين بأفضل صورة، تطلع معك بنت يعني سلوكها غير سوي، يطلع معك ابن سلوكه غير سوي. أنت بذلت السبب، الله عز وجل ما راح يسألك، أنت سويت اللي عليك، بذلت السبب، نصحت ووجهت وعلمت وحفظت وسنعت وعلمت يعني شو لهم وشو عليهم. اهتدوا الحمد لله، ما اهتدوا الأمر من أول وفي الأخير بيد الله عز وجل وحده. أنبياء ما استطاعوا يدعوا أبنائهم، يعني ابن نوح يا بني اركب معنا، قال له أنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا ما بركب معك، أنا بروح ليبل وليبل هذا بيحميني من الماء، فكان من يعني اللي غرقوا في الطوفان. فيا إخوة يا كرام، لا تتعبوا، البعض من الأمهات أو الآباء ما تنام الليل بسبب شو؟ بسبب أنه والله أنا ولدي يفعل كذا كذا، ابني مو ما يسمع كلام ابني كذا. ليش أنا تحب نفسي وأرهق نفسي؟ أنا بسوي اللي علي بس، ببذل السبب وبدعو الله عز وجل في الثلث الأخير بين الأذان والإقامة في ساعات استجابة الدعاء وغيره، أن الله يصلح لي أبنائي ويهديهم للخير. اهتدوا الحمد لله، ما اهتدوا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله
وجوده وكرمه يوم نواف أن يقر عينك بأبنائك وتشوفيهم أسوياء صالحين أئمة مهتدين ما تشوفي منهم إلا الخير ويرفعوا راسك وأنت راسك مرفوع إن شاء الله عز وجل. طيب نمشي شوي ونقف عند هذا الحديث العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطي الخادم حقه في نفس الوقت أو في نفس الميعاد اللي يستحقه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بعده ما جف عرقه أعطوا الأجير أجره. ثيب عامل يشتغل معاك اشتغال 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 وتعب وخلاص على وشك يخلص الشغل الحبيب شغل سيارته وروح صاحب البيت. ليش؟ ما يبغي يعطيهم تعبهم، يبغى يعطيهم أول الشهر، يبغي يماطل فيهم شيء لين عقب شهرين ثلاث. هذا العامل خلص شغله هو أشرف على الشغل، قبل ما يخلص يقول لي شوي بس بروح وبجي، روح الحبيب على قولتهم سحب عليهم ويجلس هذا العامل المسكين خلص شغله ينتظر الفلوس وين أرباب وين إن شاء الله بيجيك أنا شوي مشغول بيجيك بعدين ويسحب عليه. هذا ما يجوز يا أخوة. إذا أنت عندك ظروف، عندك ظروف مادية، عندك كذا واحتجت أن أحد يشتغل معك، كن واضح معهم على بينة قبل ما يشتغل. يا فلان أبغى تشتغل لي شوي شغل بس ترى أنا الحين ما عندي فلوس، بحاسبك إن شاء الله بعد كم يوم تسمح. لكن أنت يعني تخلي الرجل هذا يشتغل عندك مسكين ويتعب وتفاجئ بشوي، ولا أنت ماشي فلوس كيف أنا تعبان من الصبح عايز أشتغل ماسك شيء ولا عندك في البيت ولا عايز أشتغل في زراعتك أو أنظف لك في نخلك أو شيء ما أحصل منك شيء؟ ليش؟ هذا الشيء ما يرضيه الله، ما يرتضيه يا إخوة أحد. تجد بعض العمالة المنزلية الخدم الموجودين في البيت رب الأسرة ما يعطيهم معاشاتهم أول بأول، يأخر معاشاتهم لأوقات يعني متأخرة جدا، تاريخ 15 من الشهر يعطيهم، يعطي حسابات الدكاكين والفواتير وكل شيء، آخر شيء يخليه العامل الخادمة اللي عنده في البيت. يا أخي الكريم هذه عايشة على هال 1500 مالك، أنت ما تعرف الالتزامات اللي معاها في بلدها، ابنها يحتاج دراسة، يحتاج علاج، يحتاج ثياب، من وين؟ من وراء هال 1500 اللي ما تسوى شيء، وبعد أنت جالس تأخرهم فيها. فيخوة ما يصير كذي. البعض شو يسوي؟ يستغل، شفتوا العمالة هذه اللي تشتغل مال يومية، في عندنا عمالة تشتغل يومية يعني يتجمعون في أماكن معينة، جنسيات أسيوية، هذول المعروفين توقف عندهم تركبهم وتأخذهم البيت، يشتغلون عندك تعطيهم فلوسهم ويروحون، يماطل في هذول ولا يعطيهم حقهم. يا أخي ما يجوز، وعندنا حديث عظيم ووعيد خطير في ذلك. بعد الفاصل نواصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا ذكرنا يا اخوي الكرام ان من السلوكيات الغير سويه اللي يمارسها البعض انه ياتي بالخدم يشتغلون عنده وحزه الحساب قالهم ما في حساب ان شاء الله وقت ثاني الشهر الجاي ويجلس يماطل في هذول الجماعه. اسمع لهذا الحديث المخيف، حديث مخيف يجعل الانسان يحاسب هذه العماله اللي تشتغل معه اول باول. وارجو حقيقه ان جميعا نطبق هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا حديث، قال الله عز وجل يروي لنا حديث عن ربه، هذا يسمى إيش؟ الحديث القدسي. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أجره رجل استأجر أجيرا، جاب عامل اشتغل معاه في البيت فاستوفى منه، أخذ منه اللي يبغيه، خلاه يشتغل منظف البيت وقام بالواجب وخلق كل شيء على ما يرام ولم يعطي أجره، ما أعطى أجره، يلسي ماطل فيه. وللأسف أنا أعرف شريحة كبيرة في المجتمع على هذا السلوك، على هذا السلوك ما يعطوا الناس حقهم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تعرف من خصمك؟ الله عز وجل. تقف خصيمك هو الله عز وجل بسبب شو؟ أنك مارست مثل هذا السلوك الغير سوي في حقوق الناس. هذا ظلم، هذا يقف يدعو لك في الثلث الأخير من الليل وين فلوسي وين كذا، شو يرفع يديه لله عز وجل، يا ربي فلان أكل مالي، يا ربي فلان ما أعطاني حقي،
يا جماعة الأمور هذه لا نستهين فيها. في أي مكان في حياتك تشتغل فيه، عندك عامل، رحت جراج سيارات، رحت محل، رحت مغسلة، رحت أي مكان، أي مكان ناس يشتغلوا لك، مقاول في بيتك، أي شيء، استو خلي الناس تأخذ حقها، عطي الناس حقها وخذ حقك. لكن تماطل في أموال الناس، إذا مت هذه مصيبة يوم القيامة، تموت وفي رقبتك دين على الناس. احذر أنك يعني تحط راسك على المخدة وأنت في رقبتك أموال أنت هارب منها. في فرق بين مال أنا مأجله، أنت طالبني فلوس، أنا قلت لك فلان نعم أنت لك فلوس عندي، بس أنا أكون واضح معاك، أنا حاليا ما عندي فلوس، أرجوك طول بالك علي وراح أعطيك إن شاء الله فلوسك، بس مو بالحين، اصبر علي شوي فترة كذي، شهر شهرين ثلاث سنة وبعطيك. راضي؟ هي نعم أنا راضي. يا أخي كونوا على بينة من أموركم، أما تلف وتدور وتماطل وما ترد على التليفون ويتصلون فيك وكذا، ليش؟ يبيع سيارة وباجي مبلغ على السيارة 1000-1500 درهم، يماطل تصلون فيه ما يرد عليهم، زي فلوس الناس حقهم. فهذه سلوكيات للأسف يعني يمارسها البعض. النبي صلى الله عليه وسلم ندب وحثنا أن نعفو عن الخدم إذا أخطأوا في حقنا. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم، يسيء ويظلم، أفأضربه؟ عندي خادم يا رسول الله دائما يعني مقصر في شغلة وفي كذا ويظلم، ما جاني منه إلا البلاء والشر، أفأضربه؟ وفي رواية: كم نعفو عن الخادم يا رسول الله، كم نعفو عنهم هذول؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فصمت صلى الله عليه وسلم، سكت ما جاوبه، ثم أعاد الكلام عليه هذا الرجل، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، في كل يوم اعفو عن الخادم 70 مرة إذا أخطأ في حقك. للأسف أن بعض البيوت اليوم يتجرأ ويمد إيده على الخادم أو على العاملة هذه اللي تشتغل في المنزل، يضربها حقيقة، يضربها ضرب. روحوا شوفوا بلاغات في مراكز الشرطة، فلان والله ضارب الخادمة، رايح الخادمة مشتكية عليه، هذا موجود يا أخوة. تتجرأ تمد إيدك على إنسانة مسكينة فقيرة جاي من أقصى الدنيا حتى يعني توفر لأبنائها ولذريتها وزوجها لقمة عيش تعيش معك، تستقوى الأهل مسكينة، ليش؟ للأسف أن البعض يعني يمارس مثل هذا السلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وذكرت لكم كان يتلطف معهم أصلا في التعامل. أنس رضي الله عنه يقول يعني أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما، أرسلني في أمر ما فتأخرت عليه وذهبت ألعب معه، فوجدت الصبيان يلعبون في السوق وجلست ألعب مع الصبيان في السوق، ألعب معه وسولف معه ومزح معه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه من قفاه من ثيابه من وراء، قال له: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. يا أنيس ما جلس يزعق في وجهه، أنا قايل لك روح كذا، ليش ما سويت كذا؟ والله هذا السلوك اليوم إحنا إلا من رحم الله من لا يمارس مثل هذا السلوك. هذه اليوم يعني أغلبنا واقعين في مثل هذه الأشياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف المدرسة والقدوة الحسنة، الرحيم صاحب القلب الرهيف كيف كان يتعامل معه. أرسلني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فذهبت وإذ بالصبيان يلعبون في السوق ودخلت ألعب معهم وتركت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، إيه هذا أنس جالس يلعب في السوق، كيف يعني أنا أرسلت لك في حاجة وأنت جالس تلعب في السوق؟ تلطف معه حتى في اسمه، قال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك، روح جيب لي الحاجة اللي أرسلت لك. شوفوا يعني لطف العبارة، التدليل بالاسم. هذا أنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي يوما لما لم تفعل كذا ولما فعلت كذا، يوما يوم واحد ما قال لي ليش أنت زيدت اليوم الملح في الأكل، ليش أنت ما نظفت الشيء الفلاني، وما قال لي يوما لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. 10 سنين اليوم احنا العاملة تجينا البيت شهر 30 يوم ما تستطيع تجلس معانا، ولا الحبيبة شال أغراضها وقابض الباب شاردة، بسبب شو؟ بسبب سوء التعامل اللي تجده في البيوت. هذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه 10 سنين،
ما قال لي يوما قط. يا أخي يا أخي هذا النبي عظيم يا أخي، والله شيء فظيع، وإنك لعلى خلق عظيم فعلا. يعني الله عز وجل زكاه في أخلاقه، زكاه في تعامله، في أسلوبه، في سماحته، شيء يثلج الصدر. يا ليت لو نطبقه في حياتنا اليوم ونمارسه كسلوك يكون معانا وين ما نروح وين ما نأتي. فيا إخوة يا كرام، يعني اللطف بالعبارة والكلمة الطيبة تأسر القلب. الكلمة الطيبة تهد جبل، مو بقلب إنسان، جبل. إذا جلست تتكلم معه بالكلام الطيب يمكن ينهد. الكلمة الطيبة تأسر قلوب، تأسر قلوب، تذرف دموع فرح وسعادة، الكلمة الطيبة. فعلينا يا إخوة الكرام يعني دائما أن إحنا نمارس مثل هذا السلوك مع الخدم. واللي كان واقع في أخطاء لا يرتضيها دين ولا عرف ولا عادات ولا قلب مسلم، يراجع نفسه ويعيد حساباته حتى يرجع ويجدد العلاقة مع من يعيش معه. اجعل من يعيش معك يقول في نفسه شو السالفة، يعني فلانة متغيرة. يعني أنت كربة بيت خلي تلاحظ الحرمة اللي عندك في البيت، أن أنت تغيرتي. أنت كعام، أنت ك يعني مسؤول، عندك عمال في مزرعة، في مكان، في حظيرة غنم، في شيء، خلي يرون منك ابتسامة، خلي يرون منك تعامل حسن، حببهم فيما هم فيه. احنا يا أخوة ما استعبدنا الناس، هذول مش عبيد عندنا، هذا موظف جاي بينك وبين عقد في العمل، عمال وكذا، تعطيه كذا، يطلع إجازة كذا، ويأتي كذا، وراتبه كذا. ليش احنا نتعامل معهم بالطريقة هذه؟ أنا ما أعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدافع عن خادمه رغم التقصير. يعني قد يكون أحد الموجودين يجرح بالخادم لأنه قصر بشيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحامي عن الخادم. أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال فإن لامني أحد من أهل بيتي إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال أو قضي أن يكون كان. خلوا يا أخي أنس، لو الله عز وجل مقدر أن الشيء اللي وقع فيه أنس، لو الله مقدر أنه ترى راح يقع، خلاص انتهى الموضوع. يعني أمر قضاء وقدر، ما في داعي نجلس أن نوبخه ونسويه. قال فإن لامني أحد من أهل بيته بشيء، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، قال دعوه، فإن قدر الله عز وجل على شيء أن يكون سيكون. شوفوا كيف التماس الأعذار للناس ما أجمله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده خادم، يا إخوة يا كرام، وهذه جدا مهمة، جدا مهمة، من كان عنده خادم أو عبد لا يناسبه، عندي واحد يشتغل عندي ما يناسبني، ما فهم شغلي، حاولت أعلمه مرة مرتين ثلاث ما فهم كلامي، شو الحل؟ الحل أن يصرحه حتى لا يكون اختلاف الطباعي دافعا لظلم الخادم. اسمع هذا الحديث. أبي ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لاءمكم أي وافقكم في من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون وأكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم، شوف ما وافقني، ما ارتحت له، ما عجبني شغلة، ما يسمع كلامي، ما فهم الشغلة اللي أنا أبغيها منه بالضبط، فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. قبل كانوا هذول عبيد يشترون بالمال ويباعون. اليوم أنا أقول لك إذا أنت الله عز وجل من عليك وجبت خادمة في المنزل عندك تشتغل عاملة، يا أخي ما نافعتني، ما يا فلان اغسلي ثياب، ما تعرف تغسل ثياب، أكوي ثياب كل يوم حارق الثياب، اعملي كذا، اطعمي كذا، ما تعرف شو الحل. لا خلني بخليها في البيت وبكرفها وبطلع قيمة الأموال اللي صرفتها لها. طيب بالمقابل أنت راح تظلمها وتسوء التعامل معها وتسيء التعامل معها. ليش؟ لأن هذه ما مو على مزاجك، ما وجدت منها اللي أنت تبغيه. يا أخي صرحها، فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول بيعوه يا أخي، وده رجعها المكتب، يا جماعة سامحوني الخادمة هذه صرعني بتها، لكن صراحة يعني ما ارتحت، شغلها ما عجبني وما تسمع الكلام، لكني أجلسها معي في البيت وأظلمها وأهينها لأن ما عجبتني، بس حاط في بالي لا خلني أحلل، أنا دافع عليها ومسوي وكذا ومطلع لها تأشيرة ودافع رسومها.
تظلمها ليش؟ ويعني ولا تعذبوا خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا الناس، ان بالغصب اني امشيه على شيء هو ما مش فاهمه. يا جماعه الخير، الناس مواهب، قد الله يمن عليك يرزق قادمه تفهم الشغل، الحمد لله ماشي معاكم ورضي الله، يرزق وحده يعني مخها مقفل على قولتهم. فيا اخي خلاص ما وافقتني، رجع المكتب، مع السلامه، الله يحفظك، تسامحينا وانتهى الموضوع. لكن لا، بالغصب لا، ما يصلح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب احد خادمة. عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا 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 امرأة ولا بعمره ضرب مد إيديه على خادم. احنا اليوم الحريم في البيوت مش سالمين من الضرب بعد الخادم، احنا الحريم اليوم في البيت ينضربون من الأزواج، من الله المستعان. نسأل الله أن يصلح بيوتنا جميعا ويجعلنا هداة خير. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذه القصة ولعلنا ننتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، عندي غلام وشغال عليه أبو مسعود البدري يضربه، فسمعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من شدة الغضب اللي كنت فيه. صوت واحد من خلفي يناديني أعلم أبا مسعود أعلم. قال فلما التفت وإذ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرميت الصوت من يدي. فقال له صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل، يعني لو لم تترك الصوت من يدك للفحتك النار، للفحتك النار. يعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا الغلام، الله يقدر أقوى منك من السلوك اللي أنت جالس تمارسه مع هذا الغلام، الله أقوى منك. فأعتقه ابن مسعود، قال هو حر لوجه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لفحتك النار. خادم عبد يشتغل عندك معناها تتمد إيدك عليه وتضربه وتهينه، ليش؟ هذا ما يصلح يا إخوة، يا إخوة يا كرام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت من آخر وصاياه التي أوصى بها في آخر حياته، أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فجميل يا إخوة الكرام أن يعني نمتثل هذه النصوص النبوية وهذه الأخلاق المشرفة وهذا التعامل النبيل من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونطبقه في حياتنا. ترى العلم بالتعلم، اللي متعلم ومتعود أن يكون يشد على الخدم ويعاملهم بقسوة عليه أن يرفق الآن، يعني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحلقة كانت مثمرة بوجودكم بمسامعكم الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة خير مغاليق شر. شكرا لطاقم التصوير وللمخرجين جميعا وللقناة، ونشوفكم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.